ليك بدا ديجا المنظر مقبل وفاز مع عمر بهلول والان طوازيام مونظر لي زيكيب ناسيونال تاع ليبيال بارتيسيبو في لي كوب دافريك وراهم لي كوليس تاعو هذا وراهم اللي تقولوا لي كوليس كيكون واحد حاضر كوليس وراهم لي كوليس ما كان حتى كوليس مولو ليبيا ما بارتيسيبات باش تروح من بكره مدحدح فحفع دايره وبنبن اللي خدم لا ليبي ما جاب ما كان حتى كوليس في الفوتبول ما كلوب ما كانش كان دي كوليس اللي نعرفوه بصح ما ينجم يدير لك والو وحده بور لو بي دو سون بي لا بروف ليبي ما دار والو حتى ليبيا ما راح تكون دافريك هكذا انا نقول لك حاجه الناس اللي داروه من الناس اللي مساكروا الفوتبول ils ont détruit notre football ils ont réussi d'ailleurs à positionner le président sortant comme président de fédération et entre autres had من هاد الناس اللي مساكروا الفوتبول شوف الشامبيونات كيفاش ولا يتلعب تاعنا هادو هما اللي هتكون الفوتبول وريسوا فيه لحقوا وين الصورة تاع البلاد نقاصت بهاد هاد لي زيليكسيون الوغ كو نورمالمون شاب اللي ما كان والو قال حب ستوب خرج صح حنا من الاول انا كنت نقول لك ما انا مانش بهذا الشيء هذا انا مانش بهذا ما يجيبناش ما يجيب والو فايده الجزائر وكي يروح هو ما راح يتسقم لك والو لازم يتنحاو كاع تو الموند الي كالكان ميم سي لو فو ان Un directoire, s'il le faut, professeur, préparer les élections et changer les statuts pour que l'Assemblée générale, bureau fédéral, tout le monde quitte le football algérien. Ils ont échoué le football algérien. Donc, nous, le Barça, nous disons Messi, il faut qu'il dise ça. Nous, nous devons dire ça dans l'Assemblée. Eh bien, amis, واش نادى زدو تقعدوا لازم يروحوا لازم اصلاح انا سي لي جو هادو ني كيت با الفوتبول اقسم بالله ما نمد بلي راح يتسقموا يتصرى لي صح نعطيك معلومه كاين جماعه اللي راهم في المكتب الفيدرالي حاليا راهم يطمحوا باش يكونوا هما رئيس الاتحاد لا حق موسى مسرح من باطل ينتقل كاين حاجه تبه دير الكره الجزائريه وشنو طوازيام بريزيدون في عهده واحده في عهده واحده سي غراف هذه غدوه ان شاء الله اكزوب واحد يكون عضو في لا فيفا واش كيفاش يشوفوا فينا حنايا يقول كذا في عهده واحده جابوا ثلاثه اي ايه امين كنا نعطي الكلمه هذو لا هما نخليهم عندهم دور مدرسه ما نحكيلهمش الاتحاديه كان عندنا الله يرحمه وما نحكي لهم حاجه واحده كان عندنا الله يرحمه قربانج في المكتب تاع الكاب شكون اللي نحاه قربانج رئيس اتحاديه رئيس اتحاديه تاع الجزائر من كان عندنا شرف الدين عمارة شكون يحب يخرجوا من الشيراطون نعزلوا خرجوا خرجوه ماشي خرجوا شكون اللي خرجوا رئيس اتحادية الحل اللي لزمهم استقل سبق يعني باش تشوف الكراهية واللي حقيت حنايا كيفاش انا جزائري في منصب يجي جزائري واحد اخر يقول له هذاك نحيوه لا وزيد الكريم صح ونتعاونوا بيناتنا زيد الكريم كردوغان كيفاش انت الكرة الجزائرية راهي في بير تروح ما سقمتش الكرة على الجزائرية ما نتكلمش على جهاز ويزافا نتكلم على المنظومة كاع هذيك ما سقمتوش الكرة هنايا حبيتو تروحوا لاكاف وتسقموها قلت زوج كلام باش تعطينا شوية كلمة لا لا بيان سور زوج كلام برك ربما نفيدو سيرتا صح باش ما نقولش شكون دار نقول كي ابروبوزي سيت اونتري سو بريزيدون دو فيديراسيون لازم تقول لازم الناس تهضر دوكا تخرج تتكلم بركات بركات شكون اللي بروبوزاه وسوتونا كور هذا البريزيدون دو فيديراسيون بريمير ريسبونسابيليتي سي هاد الناس او ما اللي بوساوا هو ما نهضرش عليه مليح ماشي مليح ما نتكلمش عليه دوزيامو يا سي رضوان دوزيامو انا جوري مي كنت نشوف لولا يحطها وحده ولا لي بروبوزا ويقولوا له خف جبد روحك كونت لالجيري اي تي ليميني دون توت لي كاتيغوري توت لي كاتيغوري تما الناس تحط لا ديميزا انا كي شفت تم واحد ما حد ليميني من كنا لو كان كاين حتى تاع مانيش عارف تاعش تاع البيزان تي ليمينو وما يحطوش لي ديميزا هيا بارك خلوا روحوا لسي 375 مليون شوف محرز في الحق شحال 32 درك 32 زون الى غاني تاع
اقرب من كل تيتر. إلا غاني تو لي تيتر. دونك مع 25 مليون دورو خويا ما تمدكش الناس. دونك إلا غاني تو لي تيتر مع سيتي مع الآخر مع ليكيب ناسيونال دا. أنا جو بونس كو يروح لتما يزيد يعمر مليح كيما يلزم الحال ومن بعد يعيش كيما يقول لك جينيراسيون لاباس. هل تعتقد أمين أقصص أنه سيقبل بهذا العرض؟ جريدة رياضية عندها مصادر في السعودية أكدت أنه ينتظر فقط اجتياز الفحص الطبي، واش رأيك أنت؟ العرض ونشوف، ما نقدرش نمد لك رأي اللي ما رانيش فيها أنا. صح، هو اللي ديسيدي. هو اللي ديسيدي. اليوم كل لاعب يرام يروح يتنقل للسعودية من أجل الأموال. شوف كيف انت تشوف البطوله الانجليزيه تكومباري مع البطوله السعوديه، فرق كبير. كاين فرق كبير. هو رايح وقيل ساديو ماني ايضا. انا نقول لك كان يحب يريح كره قدم، سيرتو انه يلعب في نادي اللي راه كل عام يحصد الالقاب ومع مدرب كبير من احسن المدربين في العالم غوارديولا، ولا يحب يربح دراهم يتنقل السعوديه. نعم.